وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو. النهارده بنعمل نوع مختلف من انواع الكوكيز، بنكمل بيه طرق وانواع الكوكيز اللي بنعملها مع بعض في الحلقات التعليميه، والنوع ده هو نوع الكوكيز بدون خبز وطبعا بدون قلي. فالكوكيز دي على البارد كلها، بس طبعا بنحتاج ان احنا ندوب المقادير اللي محتاجة ان هي تدوب، زي السكر، زي هنا عندنا مثلا كاكاو، زبدة. الحاجات دي كلها محتاجة ان هي تتدوب مع بعض، سواء على النار على البوتاجاز او في الميكروويف. لو هي فيها شوكولاتة وزبدة ومثلا سكر بودرة، يبقى الميكروويف كفاية خالص، مش محتاجين ان احنا نحطها على النار. لكن هنا احنا عندنا كاكاو، عندنا سكر خرز، محتاجين ان السكر ده ياخد وقته ان هو يدوب، وكمان ان الكاكاو يدوب حلو مع بقية المقادير، ومحتاجين ان احنا نتخنهم شوية على النار، نسيبهم يغلوا شوية على النار عشان يتقلوا، لان ما عنديش حاجة هتمسك المقادير دي كلها مع بعض غير الزبدة. لكن لو عندي شوكولاتة، الشوكولاتة هتساعد ان كل المقادير تمسك مع بعضها بدون ما نحتاج ان احنا نغليهم. فاللي هنعمله دلوقتي ان انا هحط اللبن والكاكاو، هجيب وسك هقلبهم مع بعض عشان اتأكد ان الكاكاو كله امتزج مع السوائل. هحط الزبدة ناخد الكمية كلها، وندوب كده نتأكد ان مفيش كتل كاكاو، وان الكاكاو خلاص داب مع المقادير اللي حطيناها. ساعات لما بنحط سوائل كتير قوي او حاجات تانية كتير قوي مع الكاكاو، في حاجات منه مش بتدوب وبتفضل كتل في الخليط بتاعنا، وده بيبقى مش حلو. دلوقتي حطيت السكر والفانيليا، وهنحط كل دول على النار. السكر طبعا هيبتدي يدوب ويديني سوائل اكتر، وانا محتاجة افضل اقلبهم على النار لحد ما السكر يدوب تماما. واول ما الخليط يبتدي يغلي هسيبه على النار تقريبا دقيقتين وهو بيغلي، علشان يديني الملمس المطلوب في الاخر. زي ما احنا شايفين السكر كمان ابتدى يدوب مع الخليط، بس لسه شايفين خرز السكر، وبالتالي مش جاهز خالص ان احنا نضيف بقية المقادير اللي هي البينات باتر او زبدة فول سوداني. لو لقيناه ابتدى يغلي والسكر لسه ما دابش، انا لسه شايفه الخرز بتاع السكر، نفضل نشيله من على النار، نقلب ونرجعه على النار تاني لحد ما نتاكد ان السكر كله داب. نرجع نشيل تاني من على النار. لما السكر يدوب هنبتدي نشوف ان الملمس ابتدى يلمع اكتر، والملمس ابتدى يبقى ناعم، مش فيه خرز كده السكر باين. لو حبينا ندي الخليط ده طعم الكراميل شويه، ممكن نكرمل جزء من السكر الاول، وبعدين بقيه المقادير هنخلطها لوحدها الاول، الزبده واللبن مع الكاكاو في بول لوحدهم، بعد كده هنضيفهم على السكر المكرمل وبقيه السكر معاهم. ما نكرملش كل السكر، لان احنا محتاجين جزء من السكر يدوب ويدينا السائل ده، والسكر المكرمل اول ما
هيطلع بره هيجمد قوي، هيدينا كوكي ناشفه قوي مش هنعرف ناكلها. فاحنا عايزين نكرمل جزء صغير من السكر يدي بس طعم الكراميل من غير ما ينشف الكوكي. اوكي، دلوقتي زي ما احنا شايفين السكر تقريبا داب، فهسيبه على النار يغلي لمدة حوالي دقيقة مع التقليب المستمر. اوكي كده كفاية خالص. فدلوقتي ابتدي اضيف له البينات باتر. انا ما قريتش المقادير، فلحد البينات باتر ما تدوب شوية تسخن شوية بدرجة الحرارة وبعد كده ابتدي اقلبها. ممكن نقرأ مع بعض المقادير. عندنا مقادير الكوكيز بدون خبز: نص كوب زبدة، نص كوب حليب، 2 كوب سكر، نص كوب كاكاو بودرة غير محلى، نص كوب زبدة فول سوداني، 1 معلقة صغيرة فانيليا، و3 أكواب مكرمشات الرز أو أي نوع من أنواع السيريال اللي احنا بنحبها. الكوكيز اللي بدون خبز هي يعني بتعتبر حاجة ما بين الكوكيز وما بين ما يسمى بالكاندي، فهي لا هي كاندي بحت ولا هي كوكي بحت. كاندي يعني الحلويات، السويتس، البونبوني، الشوكولاتات وغيره. فهي بتعتبر حاجة كده في النص، ولكن كتير بيقولوا عليها كوكيز كده مجازا يعني، فاحنا اعتبرناها واحدة من الكوكيز المختلفة اللي بنشوف نعملها ازاي مع بعض. الحاجة التانية ان الكوكيز دي ابتدوا يعملوها او اخترعوها لان في وقت الحرب العالمية كان في نقص شديد في الزبدة والبيض وغيره، فهم لقوا ان حاجة زي دي بتبقى اسهل، لان طبعا برضو ممكن تتعمل بالزيت بحيث ان ما يبقاش في احتياج للمواد اللي هي ما فيش منها موجود كتير وقت الحرب. وطبعا برضو وقت الحرب كان الغاز والكهرباء والحاجات دي كلها غالية جدا ومش متوفرة في كل البيوت، وبالتالي ابتدوا يخترعوا نوع من أنواع الكوكيز اللي هي مش بتحتاج لا مقادير يعني مش موجودة في السوق ولا كهرباء أو غيره بحيث إن هي تبقى غالية في الصنع. كده حطينا الخليط اللي جهزناه على النار مع المقرمشات أيا كانت، ممكن نحط أنواع تانية من السيريال، ممكن نحط مكسرات، المهم ما تبقاش حاجة بتدوب. يعني مش هينفع مثلا نحط شوكليت شيبس لأن هي هتدوب مع حرارة الخليط بتاعنا. فكده احنا جاهزين. هفضل اقلب المقادير دي لحد بعد الفاصل ما نرجع ونشكلها مع بعض. اهلا وسهلا بكم، رجعنا نكمل مع بعض الكوكيز بدون خبز. علشان نجهز الكوكيز هنحتاج ان احنا نحط فويل في اي شكل قالب احنا عايزينه، وممكن ندهنها بالزيت او نرشها برش الزيت اللي هو بيخلي الكيك ما يلزقش. وبعدين هجيب الخليط اللي جهزناه وأحطه في القالب. وطبعا يفضل ان احنا نشتغل بيه على طول، ما نسيبوش عشان ما يجمدش قبل ما نشكله.
نخلي بالنا لانه طبعا لسه سخن. واحنا ممكن نشكله بالشكل ده او ممكن نشكله كرات صغيره نكورها بايدنا ونحط الكرات دي في ورق زي ورق الكب كيك الصغير ده، فزي ما احنا عايزين ممكن نشكله كده او كده. دلوقتي هندخله الثلاجه ونسيبه لحد ما يجمد علشان نقدر نقطعه. ده بيكون شكله بعد ما بيطلع من الثلاجه. هنشيله من القالب. ونشيل الفويل من عليه. وبما اننا دهناه بزبدة او بزيت فمفروض يطلع منه بسهولة. وهاخد القالب ونبتدي نقطعه وهو بيكون بالشكل ده من جوه، ونقطعه مربعات بالحجم اللي بنحبه. هو لسه طالع من الثلاجة حالا فشوية جامد. ونبتدي ناخد الكوكيز نقطعهم لمربعات. هجيب طبق أرص فيه دول ونبتدي نرصهم في طبق التقديم. هقطع شوية كمان. وطبعا نكمل تقطيع الكمية كلها. وبكده نكون خلصنا حلقة الكوكيز بدون خبز. يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة، مش بتحتاج لا فرن ولا قلي. كل اللي بنعمله ان احنا بندوب المقادير مع بعضها سواء على البوتاجاز لو كانت محتاجة حاجات تسيح زي السكر والكاكاو يدوب كويس، او لو عندنا شوكولاتة وزبدة وسكر بودرة وهكذا ممكن طبعا نسيحها في الميكرويف ونقلبها مع المقرمشات اللي احنا اخترناها. يا رب الحلقة تكون مفيدة واشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله ان شاء الله.